سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد للعبه ليج اوف ليجندز. يا مستر احمد الحق، داريوس المين بتاعك خد بف النهارده يا شباب. اول تجربه لداريوس بعد البف القوي جدا اللي خده في الكيو بتاعته. الهيلينج زاد والدمج كمان زاد. الفيديو ده يا شباب فول جيم بلاي زي ما انتوا طلبتوا مني كتير، ويا ريت يا ريت يا شباب توصلوا الفيديو ده 1500 لايك لو عايزين تشوفوا فول جيم بلايز كتير، فيديوهات متمنتجه وكمان ستريمز. بفكركم يا شباب بطوله دوري الابطال هتبتدي يوم 6/5 اول رمضان الساعه 11 بتوقيت الامارات، 10 بتوقيت السعوديه، و9 بتوقيت مصر. تابعوا ذا ليج على السوشيال ميديا واليوتيوب وتويتش عشان تعرفوا اخر الاخبار وتشوفوا الاوفيشال ريليز بتاع التورنمنت. من غير كلام كتير اتمنى يعجبكم الفول جيم بلاي، يلا بينا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لعبه ليج اوف ليجندز. يا شباب النهارده ان شاء الله هنلعب بداريوس في التوب لين، ان شاء الله يكون فول جيم بلاي زي الفول جيم بلايز اللي انتوا كنتوا بتحبوها وكنتوا بتطلبوها مني من زمان جدا جدا جدا. طيب خلينا كده نظبط الاضاءه. ايوه شكرا جدا ليك يا مستر حمو. طيب الكيو بتاع داريوس خدت باف قوي جدا، اول حاجه في الهيلينج بير ليفل، وتاني حاجه في الدمج. يعني هما كانوا عملوا نيرف وبعد كده رجعوا باف تاني، ولكن يعني عشان انا مش شهادتي مجروحه ولا حاجه يا شباب، ولكن والله داريوس قوي جدا جدا جدا. داريوس من الشامبيونز القويه اللي فعلا لو اللي بيعرف يعني اللي بيلعب بالتشامبيون ده بيعرف يلعب بيه كويس، وعارف قوته عامله ازاي في الايرلي بالذات وفي الليت كمان عشان تبقوا عارفين، وبيتايم كل حاجه صح، هيبقى ديدلي جدا. فانا مبسوط ان خد باف بصراحه، كنت زعلت جدا ان الالتيميت خدت نيرف، ولكن الكيو هتسد شويتين ثلاثه. طيب ماشي يا جماعه الخير، ما تنسوش شباب لو عايزين تشوفوا فول جيم بلايز كتير وصلوا الفيديو ده 1500 لايك، وشكرا جدا جدا لدعمكم. طيب زي ما انتم عارفين كده شباب، بطوله دوري الابطال ما بين افضل فرق الشرق الاوسط تبتدي يوم 6/5 في رمضان ان شاء الله، الساعه 11 بتوقيت الامارات، 10 بتوقيت السعوديه، و9 بتوقيت مصر. مستنيينكم شباب على قنوات ذا ليج الرسميه، انزلوا تحت و يعني استنوا كده البطوله واستنوا الاوفيشال ريليز ان شاء الله. طيب دمنا استاذ وكونج، خلينا كده نشوف هنقدر نعمل ايه قصاده. سلام عليكم، خد دمج والله، تصدق زعلته. حلو الكلام ده قوي، خلينا كده نشوف الجيم ده هيمشي ازاي يا جماعه الخير، ما تضيعوش. نايس جدا. طيب خلينا بقى نوقف المينيونتين دول. هتخش هتاخد كيو، هتخش هتاخد كيو، خلصان. ماشي جري، هو فتح الدبليو الاول، لعيب يلعب. طيب هو في ماستري، مش عايزين نزعل ماستري مننا، خلينا نهدى كده شويه. طيب الجيم ده ايه يا مستر احمد؟ الجيم ده بلاتينم 3 يا شباب، الجيم ده بلاتينم 3، يعني الشباب اللي قدامنا دول بلاتينم، من بلاتينم 4 لبلاتينم 1 مثلا. خلينا كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي. خد لي الفرمايه دي، الواد بيلعب سيف جدا، خايف مني، عارف ان انا اقدر انفخه دلوقتي، وانا طبعا برضو خايف من ماستر ايه، خايف من جنجات ماستر ايه، فبصراحة قاعد ومحترم نفسي على الاخر، ومش عايز يعني ابوش عليه، ملهاش اي لازمة كده كده انا كسبان بفرق المينيونز، فخلاص ملهاش لازمة ان انا ابوش عليه يعني. خلينا كده نشوف فرم بيروح عليه، حلو قوي، حلو الكلام ده جدا، نايس ضاعت عليه، عايزين نضيع عليه البتاع دي باي حال من الاحوال. ضاعت اتقد. نايس، حلو، ركز مع مستر، احنا عاملين بوش جامد على الاقل خالص، نبقى مركزين مع استاذ يحيى. طب خلينا نرجع كده شويه، معهوش فارم كتير، دي حاجه كويسه جدا جدا جدا، ممكن مستر يكون بياخد دي دلوقتي. ايوه يا سلام عليك يا مستر احمد، يا ولد يا ولد، مات، اعتقد انه مات خلاص. نايس جدا يا جرفانيا، لعيب يلا، خلاص الواد ده مات، انا مش هسيبه، مش هحله بصراحه،
يا ولد. شكرا. نايس. عاش جي فور. بصراحة باين البف بصراحة ما بيني وما بينك. هو اساسا داريوس قوي جدا. ولكن النرف خلاه النرف بتاع الالتمت خلى الموضوع صعب شوية على المينز بتوع داريوس انهم يعرفوا يعملوا فينيشرز. يعني انا كتير في الاستريمات الشباب اللي فاتت كنت ببقى مش عارف اعمل فينيشر بجد. مش عارف امتى اضرب الالتمت صح. لان الدمج بتاعها كان قل. انما الكيو دلوقتي الدمج بتاعها بقى اوفر قوي بصراحة. والهيل بتاعها بقى قوي جدا. انا عارف ان ممكن الناس تفتكر انها حاجة بسيطة قوي. بف حاجة بسيطة. ولكن داريوس مفيش حاجة اسمها حاجة بسيطة معايا. داريوس كل حاجة صغنطوطة جدا بتفرق. طيب احنا كده جبنا 2 كيلز الحمد لله. الجيم ماشي حلو جدا جدا جدا. خلينا كده نروح ونشوف هنقدر نعمل ايه. يا ساتر استر يا رب. يا ساتر استر رب. البوت ليه ماخدوش دبل. خلي بس كده المينينز دي تقع شوية. عشان ايه ما تكشش علينا. نحاول نعمل فريز. ما رجعناش جبنا ايتم. هو رجع جاب ايتم. فخلي بالكم النقطة دي. احنا كده لسه يمكن انا بس فرق الليفل هو اللي ما بيني وما بينه. انما انا معيش ايتمز لسه. فخلينا نهدى كده. عمل دبليو. خايف مني جدا حقه بصراحه. حقه يترعب مني كمان مش يخاف. بس لسه ما جبتش حاجه. لسه ما عملتش حاجه. بلعب على الفارم بس. الفارم بتاعه ضايع. طبعا زي ما انتم شايفين كده شباب يمكن في الاستريمز بصراحه ما بعرفش تراي هارد. في الاستريم ساعات كتير قوي لما باخدها تراي هارد بتلاقيني فصلت نفسي عن الاستريم. ساعات والله العظيم بنسى ان انا بعمل ستريم اساسا حرفيا. انما في الفيديوز يا شباب يمكن ببقى سهل ان انا شويه اتراي هارد او سهل شويه ان انا اركز في الجيم عشان ببقى في دماغي ان انا مش لايف يعني. خلينا كده نشوف. عشان كده يا شباب بقول لكم لازم يكون في تنوع ما بين المونتاج الفيديوهات المتمنتجه. يا الله ناتلس متفيد جدا. ما بين الفيديوهات المتمنتجه راحت المينينيه. ما بين الفول جيم بلايز. ما بين الستريمز. لازم يكون في بالانس ما بين كل ده. فمبسوط يا شباب ان انتوا عجبكم التنوع ده كله. يا رب تكونوا ايه مبسوطين بالفول جيم بلاي بتاعنا النهارده. خلينا كده نرجع يا جماعه الخير. هقول لكم هنجيب ايتمز ايه. يمكن مش محتاجين لاناتلس هيبقى تانك جبار. بس احنا محتاجين تراي فورس. خلينا نجيب دي كده. وهقول لكم في ايتمايه كده جديده. يمكن بفكر ان انا ان شاء الله يا شباب اعمل لكم بيلد جديد لداريس. شفت لاعب تشالنجر بيلعب بيه فول دامج. يعني داريس مثلا بيلعب قصاد ايرجت ولا بيلعب قصاد نسس. الحاجات اللي في الليت جيم بتبقى قويه جدا بتقدر انها تانك جامد قوي. ما ينفعش ان انت تروح تانك معاهم. هيموتوك. هم هيتانكوا اكتر منك سواء ايرجت او نسس او الشامبيونات من هذا القبيل. الا رينكتن. رينكتن ده انت جو البيلد العادي بتاع داريس وهيمشي معاك. انما في بيلد كده جديد لداريس رائع بياكل التانكات. هو بيبقى فول دامج. فوصلنا شباب الفيديو ده 1500 لايك. واكتبوا لي تحت في الكومنتات او اطلعوا في البول اللي فوق ده قولوا لي عايزين تشوفوا بنعمل فيديو بنجرب البيلد بتاع الفول دامج ده ولا ايه الكلام. مستني ردكم ان شاء الله يا شباب. اوكي ضربنا كيو ملهاش لازمه بصراحه. خلي المينينز دي يعني تروح عليه بالمينينز بتاعتي. زي ما انتم شايفين مسيطرين جدا على الفارم الحمد لله بشكل كبير بصوره كبيره. ولكن الجيم مش سهل. الجيم مش سهل خالص. عفوا. اوكي لغايه دلوقتي تمام. البوت لين بيتنفخ بيتنفخ. الله يكون في عونك. حلو رجع. مش عارف اعمل حاجه ولا انا هعرف اموته لانه طبعا هيجري بالدبليو. لازم هو يلعب اجريسيف. لازم هو اللي يغلط. فخلاص انا بدام متفوق بفرق الفارم مفيش مشكله. هو ده اللين كنترول. هو ده اللي انا كتير قوي بقول لكم اعملوه وانا يعني ما بعملوش. خلينا كده نعدي. محظوظ بس هرب صح بصراحه. يعني هرب صح جدا كمان. خلينا كده نشوف. اديني المليونيه دي. حلو قوي الكلام ده. هتجيلي تعمل ايه يا اسطى؟ الواد منفوخ. الله هتجيلي تعمل ايه؟ الله يكون في عونه يا جدعان.
طيب احنا لغايه دلوقتي ظبطين لينا كويس جدا يا شباب، بنحاول ما نضيعش فارم على قد ما نقدر. 73 فارم، هو 33 فارم يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. طيب تمام لغايه دلوقتي حلو. من هنا اللي تروح دي، الواد جرفان متسوح، الفرق حوالي ليفلين، يعني ليفلين وحاجه بسيطه. نايس دامج، خلينا ناخد الشيلد دي. رجع نايس، المفروض يعني نبريدكت. انا كان معايا فلاش كنت موتته، ولكن ما كانش معايا فلاش للاسف الشديد يعني. نايس شوت داون، الفريق بتاعنا كويس جدا بصراحة يعني، ما شاء الله عليهم. رايحين ياخدوا دراجون زي ما بقول لكم يا شباب، ده جيم رانكد بلاتينوم 3 الو. اي على الدمج بتاعت الكيو، لسه ما جبناش حاجة، لسه ما عملناش حاجة. انا كده شكلي هجيب التراي فورس كاملة يا شباب ان شاء الله، لو كملنا على الفارم ده، لو جبنا كلها كمان ممكن اجيب التراي فورس كاملة، هتعمل شغل عالمي. خليني اقول لكم هدا يا ابني، زي ما انتم شايفين انا كده اتاكدت خلاص ان ماستر اي بقى اوت اوف ذا جيم خالص، هو وكونج يعني. لو ضاعت هو في الميد لين دلوقتي، بس فعلا لو دخلوا عليا هما الاثنين ممكن اجيبهم دبل كيل، مش هقول لكم اكيد ولكن ممكن اجيبهم دبل كيل، لان انا بقيت متفايد جدا بفرق الفارم. عمل فلاش، وات عمل فلاش، الواد مرعوب مني حرفيا، الواد حرفيا مرعوب مني. طيب انا خايف بس من ماستر ايه، شكرا على 160 جولد. ماستر ايه اكيد هيطلع لي دلوقتي، لكن احنا تمام قوي. خليني كده ارعبه شويه، مفيش. ماستر ايه اللي حصل؟ خد الهيرد، خد الهيرد، ماليش دعوه، خليني اكمل في التوب لين. مش هعرف يطلع لي برضو زي ما بقول لكم، الجيم لسه يا شباب لسه في كلام كتير قوي. الجيم معاه دبل باف، ابو حلوين دول قوي عليا، ابو شيك قوي عليا. لا ده معاه بلو بس. اي على الدمج، طلع دمج رهيب يا جدعان والله. وكونج احتمال يجوا دلوقتي يحاولوا يخشوا عليا، مش احتمال، هو ده اللي هيحصل. وكونج عمل دبليو، هو داخل دلوقتي. يا ابن الذين مات بليز. اوكي انا استهيفته يا جدعان، استهيفته، ما بيني ما بينكم استاهل ان انا اموت، لان انا كنت عايز اعمل بلاي بس هو عملها حلو قوي، هو عملها حلو جدا. طيب ماستر ايه كده في خطر منه، ولكن وكونج اللي خد الكلايه. طيب احنا كان مفروض ما نخشش بقلب جامد قوي كده ونجري، لان 2 فيرسز 1 سيتويشن كانت صعبه شويه، ولكن مش مشكله، لسه مسيطرين على الجيم، لسه مسيطرين على اللين. وكونج هينتعش شويه بالبليد اللي هياخدها، ولكن البوت لين عندنا عامل شغل عالمي وهيقدر ان شاء الله. في هيرالد، في هيرالد، يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر، خدوا يا شباب البوت لين بسرعه. طيب هما كده خدوا التاور، كده هما خدوا التاور، ودي غلطتي ما بيني وما بينكم يا شباب، دي غلطتي 100% ما بيني وما بينكم، ولكن انا اوعدكم ان هما مش هيعرفوا يعملوا معايا حاجه في الليد جيم ان شاء الله. ماستر ايه هو اللي بيطلع دامج خرافي بصراحه، ولكن كده خلينا نشوف هو راح فين ده؟ تعالى بس، ملهاش لازمة إن أنا تشيس والهيرالد يضرب ضربة كمان في التاور اللي بعده، ملهاش أي لازمة خالص. خدوا التاور، قللوا الجولد ليد، لكن لسه وكونج ما يقدرش يخش لهم فيرسز 1 أبدًا. ماستر إيه هو اللي مخيف بصراحة، هو مخيف قدام داريوس، مخيف قدام كل التنكات. ضاعت، مش مشكلة. طيب جبنا الايتمية دي يا شباب عشان بتدينا موفمنت سبيد جنب التورات، ايتمية حلوة جدا محترمة جدا لداريوس بالذات، عشان داريوس من الشامبيونز اللي بتشيز جامد. خلينا نضرب دي كده، نحاول ناخد البليت ده كمان، شكرا. نايس نايس جدا جدا، الشباب عاملين اداء رائع. اوكم مسا مسا طبعا بطرف البليد مزعجة قوي، اديت له كيو تاني، زعل زعل زعل، انا معرفش هو راح فين.
بس التاور خلاص بيقع. البوتلين ماستر ايما وجود تحت في البوتلين. طيب خلينا نعمل بوش يا شباب. انا مش خايف من اي حد في الجيم ده غير ماستر ايما والله العظيم، مش خايف من اي حد غيره اساسا، هو ده انا. ولكن هنعمل بيلد ايه على قد ما نقدر، في تانك اتش بي، في يعني في تناسيتي عشان الستانز، وربنا يستر. خلينا لازم اجري دلوقتي، نروح هنا الناحيه دي بس تكون شايفيني. ما اقدرش امشي من هنا، لا لا رجعوني. شفت الاثنين ايه؟ اقدر اجيب هنا التراي فورس. يا الله على الشرف لعيب. يلا بايك. طيب خلينا كده اجيب التراي فورس، هتفرق معايا جدا. تعرف ياخد التاور اعتقد، عاش جدا تراي فورس يا مستر احمد. خلينا نجيب ال وردايه هنا كده، كنترول وارد بتفرق جدا عشان نشوف الماب كلها. زي ما بقول لكم الجيم مش سهل ومش صعب. ماستر اي في كلام كتير قوي لسه ما قالوش، لسه لسه لسه. وهنا مورجانا اوت اوف بوزيشن، ولكن هل يقدر يخدعه؟ كان ممكن يقدر يخدعه والله. تعال يا دادي، سوري سوري، انا لازم اتفيد. انا عارف ان بايك عايز الكيلز، وعارف ان صح انا اسيب له الكيلز، ولكن لو ما خدتش الكيلز دي ممكن يبقى في حوار كبير. الله اعلم. انا بصراحه اتعودت يا شباب في الجيمات الرانكت بالذات ما اعتمدش على حد، ما اعتمدش على حد. ممكن تحصل معجزه والاقي الكيل راحت، شكرا. هتلاقوا على طول يا شباب في الهاي الو، انا مش هقول ان انا هاي الو، انا مش، انا حتى مش قريب للهاي الو، بس هتلاقوا على طول في الهاي الو يقول لك العب السيف. لو قدامك كل ما تسيبهاش، لو قدامك اوكي ماستر ايه هنا، لو قدامك اوبورتيونيتي انت اللي تاخدها وهتقدر تكاري ما تسيبهاش. فانا بمشي مع المدرسه دي. خلينا نرجع كده يا شباب، مفيش فيجن هنا معانا، فارم كويس جدا بسم الله ما شاء الله، دبل كل. وهنطلع كمان ناخد يعني خلي بالكم خلي بالكم، مفيش. يا الله يا الله يا صديقي العزيز، ماستر ايه ده ما هياكلنا والله، ماستر ايه ده هياكلنا. طيب لغايه دلوقتي شباب الجيم مش وحش، ولكن ماستر ايه هو ده انا مرعبين. ربنا يستر ربنا يستر. انا لازم انزل ميد لين، خدنا الفارم، خلينا ننزل ميد لين. اداها ان شاء الله، اداها ان انا فايت دلوقتي. داريوس لسه واخد بف وعامل شغل عالمي، يلا بينا. معايا فلاش، معايا كل حاجه، يلا بينا يا صاحبي. ضربت التيمت غلط، ولكن دي مات، ده مات برضو. اوه نايس، جري بشكل حلو جدا، لكن معايا الموفمنت سبيد. سحب، لا جري، نايس جدا ماشي. انا عملت فيل للكيو بتاعت يا شباب للالتيمت عفوا، ولكن ساعات بيبقوا جنب بعض جدا جدا جدا، وانت سهل قوي ان انت تكونفيوز نفسك. ولكن المشكله يعني اهم حاجه رده الفعل، ان هو خلاص انت عملت حاجه غلط ما تقعدش تتنح وتقول يا نهار ابيض اللي انا عملته ده، كمل كمل. ممكن تقلب الميس بلاي دي الاوت بلاي اساسا عادي جدا. خد التاور يا مستر حموق، جامد. نكمل بريشر، ممكن ننزل بوت لين، ممكن ننزل بوت لين، مالهاش اي لازمه. نايس قوي الكلام ده، غلطوا غلطه كبيره قوي، ولكن اوه شكله هيفايت. يا ولد يا ولد، داخلين 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 داخلين. صلوا على النبي صلوا على النبي. انا هطلع توب لين يا شباب، انفيرنال كمان دقيقتين وشويه، ممكن نجيب اللي بتقفل التاورز، هتفيدنا جدا جدا. ايتمات دي يا شباب بتدي موفمنت سبيد. طيب احنا هنعمل بيلد مشابه شويه للبيلد اللي بقول لكم عليه. يا الله كان ممكن نجيبه. الايتمات دي حلوه قوي لداريوس، قوي قوي قوي. بتخش ممكن تضايف تحت التاور، بس بتبقى لازم تتجاب في الايرل، لان لو ما جبتهاش في الايرل مش هيبقى لها لازمه، دي وجهه نظر يعني. بتقفل التاور لمده كام ثانيه كده، لمده 3 ثواني. في الثلاث ثواني دول انت ممكن يعني تشيل من على التيم بتاعك كميه دامج رهاب،
تمام. وكمان لما بتمشي من جنب تاور مكسور او من جنب اعتقد تاور مكسور بيعمل موفمنت سبيد كده، بيعمل موفمنت سبيد، فبيبقى حلو قوي في التشيسنج بالذات لو انت متفيد. خلي بالك خلي بالك، لو جاب الاول هيجيب التاني. اقدر اعمل حاجه، اقدر اعمل حاجه، لو جولي هنا هتبقى مشكله. طيب مست الاي نازل، اوكي يلا بايك، يلا بايك، انا بثق فيك، انا بثق فيك يا بايك، بثق فيك. سيبولي بالالتيميت، نايس، كفايه خدنا منه الكلات دي. هاتها يا الله، كلوز ماشي. انا عايزه يضرب التيميت، انا هو ضيع الالتيميت اوريدي. طيب بايك راجل محترم، بنحاول نفايده يا شباب، خدنا منه دبل كيل اوكي في الاول، ده عشان انا ما كنتش متفايد محتاجه تفايد، انما بعد كده تعالى يا جدع يا جدع، فرقت على حاجه بسيطه قوي. طيب خلينا نخش هنا، ممكن نخش نفايته. ارجع، قفلنا التاور، لو ما كناش قفلنا التاور بالايتم دي كان زماننا ميتين، لو ما كناش قفلنا التاور بالايتم دي يرجع. سلام عليكم، مفيش فيها كلام دي، ما خدتوش بالكم يا شباب، قفلنا التاور، الضربه اللي كانت هتيجي دي كانت هتموتنا. وش ديانا بتطلع دامج كبير قوي، معناش في ماجيك ريزيست كتير، عايزين نرجع على طول نجيب هنا حته ماجيك ريزيست كده. اعتقد ان هم يقدروا يجيبوا الانفيرنال بسهوله جدا، انا لازم اطلع توب لين اعمل بوش لان هم عاملين بريشر رهيب. حلو حلو يا شباب الجيم، ما شاء الله الجيم يعني الخطير كله في الموضوع مستر اي، بس بصراحه داري يسخف بف جبار يعني، ما بيني وما بينكم يعني واخد بف جامد قوي قوي يعني. هو الالتيميت بتاعته ما زالت لسه مش بقوتها بتاعت زمان. كرين داريوس الالتيميت بتاعته كانت بتعمل بال 2000 وبال 3000 دامج، كانت حاجه او بي بمعنى الكلمه. طيب انا هكمل بريشر لان انا مش عارف الانفيرن ده هيقدروا ياخدوه ولا لا، ولكن انا لازم اكمل بريشر في التوب لين. ده واجبي دلوقتي كتوب لينر متفيد، ده واجبي دلوقتي كتوب لينر متفيد، لان انا لازم احط بريشر، لان لو لا قدر الله خسرنا فايت كده او كده هتلاقي التوب لين ده اتفتح وانهبت الراحه، بالذات ان قدامنا مستر اي يا شباب. خلينا نحط ورد هنا كده، المفروض نجيب كنترول ورد ثانيه كده، انا بجبر ان انا بجبر التيم اللي قصادي ان هو يجي لي خلاص، وبدلهم تقريبا كده فري دراجون. مستر اي موجود اوكي، شكرا شكرا شكرا. بتعملي ايه انت، بتعملي ايه يا بنتي داريوس يا بنتي، انت واقفه فين، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيجري؟ طب هو الجيم ده خلص يا شباب، هو بعد اللي حصل ده هما بيسلموا على بعض والجيم ده اعتقد ان هو خلص. بصوا داريوس شباب في التورات بيعمل ايه، بصوا البيلد ده جبار، نايس جدا، مرجانة بقت متوحشه، بقت بتاكل مستر ايه يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب. الجيم خلص يا شباب، الجيم خلص، خلينا نعدي كده بسلام وامان. كيتلين هتنزل، ممكن ندايف عليها مفيش اي مشاكل، اديني ده او ماي جاد او ماي جاد. انا ازاي ما ضربتش من الفاول؟ عايش يا شباب، ده داريوس بعد البف يا جماعه الخير، ده داريوس بعد البف حاجه او بي، حاجة زي ما انتم شايفين كده بقت قوية جدا جدا جدا. وانا كمين داريوس بصراحة مبسوط، انا كمين داريوس في قمة السعادة ما بيني وما بينكم يعني. طب يا شباب ده كان الفول جيم بلاي بتاعنا لداريوس بعد ما خد البف الجبار اللي انتم شفتوه ده. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استمتعتوا. لو عايزين تشوفوا البيلد الجديد بتاع داريوس اللي انا بقول لكم عليه، وصلوا الفيديو ده 1500 لايك، اضعوا في البول اللي فوق وقولوا ايوه عايزين نشوف الفيديو بتاع داريوس اللي انت ايه بتلعب بالبيلد الجديد. طب يا شباب يا ريت يا شباب تشجعوني وتوصلوا الفيديو ده 1500 لايك عشان تشوفوا ان شاء الله فيديوهات ستريمات بشكل مستمر ان شاء الله على التشانل بتاعتي وبتاعتكم مستر احمد.
شكرا جدا جدا ليكم. ما تنسوش شباب تتابعونا على السوشيال ميديا بتاع الدليج علشان دوري الابطال في لعبه ليج اوف ليجندز، دوري هيكسر الدنيا بامر الله، هيبقى من افضل اذا ما كانش افضل بطوله ليج اوف ليجندز في تاريخ الشرق الاوسط بامر الله، وانا ادي الكلمه دي جدا. شكرا جدا جدا ليكم. كان معكم مستر احمد ولا فيديو جديد ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.